عاملين اعتصام. قال لا بدهم يتعلم ولا بدهم يحكوا مع حدا. عندهم مشاكل عائلية ونفسية. منهم بالمود. فشو بدك ياني أعمل؟ احكي معهم. شو هيك يعني؟ ما في نظام ولا قانون؟ وانت شو عم تعملي؟ صريح؟ صريح؟ إنه مش أنت اللي بتحللي مشاكل الطلاب؟ بلا. وظيفتك هي الأسيستانت سوسيال. بعت لي وراه. لا. إنه شايفتيني عم بحكي معك كرشوني؟ عربي. طيب ليه ما عم تفهم علي؟ عمي شو مشكلتك أنت؟ ما عم بقول لك بعت لي وراه من حتى حلها. لا هيك معصبة. مش مرتاحة. لا ماني معصبة. طيب عتلاني هم شي؟ لا. طيب حلماني شي كابوس مثلا؟ يا خي لا. معسلة معك ماديا؟ لا. ليه ما عم تستوعب علي؟ يا خي شو بدك؟ ما عم بقول لك بعت لي وراهم لحتى ساعدك. ما عم قول لك مش عم يتزحزحوا من محلهم، لا بدهم يتعلموا ولا بدهم يحكوا مع حدا. شو يعني؟ يعني اعملي واجبك وقومي حضرت جنابك واحكي معهم. يا عصا تعلم عجنابك وعجنابهم. قايمة. الله يطولك يا روح. ذنبك على جنبك. جنبك على ذنبك، ذنبك على جنبك. وقعدي. أو ذنبك على جنبك. لا دي راسي ولا تدريس حتى يجي هتا البيت. لا دي راسي ولا تحريش حتى يجي هتا البيت. لا دي راسي ولا تدريس حتى يسقط هالخبيس. لا دي راسي ولا تحريش حتى يسقط الخميس. لك شو خص الخميس يا ظرف الجبن هتا البيت. لا دي راسي ولا تدريس حتى يجي هالخبيس. لا دي راسي ولا تدريس حتى يجي نهار الخميس. راس طيفلها. شو ابو فؤاد؟ شو يا مش؟ مخلوق. مخلوق من كل النواحي، جسديا نفسيا وجيبيا كمان. شو جيبيا؟ جيبيا جايبين، عم نفوت ندرس لشو؟ عم نقول جيبيا يعني جايبتي. يعني جايبتك فاضية. ايه هي. ايه بيقولوا ماديا ابو فؤاد مش جايبيا. كله مثل بعض يا مش. ايه طيب شو كرمال هيك يعني انت مقضرب عن الدرس؟ مقفل. طيب شو خص الدرس يا ابو فؤاد؟ بكمس راسي مقفل مقفل مش عم بستوعب كيف بدي جيني اضرب. قول هيك معك حق بس ما تعطى الهم تنحل؟ ايه بتنحل صار من 40 سنه تقولوا لنا بتنحل وبطح مطرح من احنا. ايه بس عم نسحب سحب تعال نعيش مش عم نقدر نعيش. طب صار لك 40 سنه على هالحاله هلا فدقت معك؟ وكمس هيدي ما بتعرفيها انه الاشياء بتتراكم. ماشي الحال بتهون يا ابو فؤاد بتهون. كرمال هيك يعني مأثر عليك نفسيا هيدي الشغله؟ شو قضية نفسية؟ هيدي ام فؤاد عم تصرف كل شيء بيطلع من الدكان وانا كيف بدي ادفع القسط؟ خلص يا ابو فؤاد اعتبر انه القسط مدفوع. وطلبات الست ابو فؤاد انت لما تتعلم وتصير مسقف بكره بتصير تعرف تحط لها حدود للست. يعني ما بتعود تضربني؟ شو؟ تضربك يا ابو فؤاد وراه؟ لك روقي شوي تضربني يعني تفشت تدفش تلبط هيدا الشيء يعني هيدا اللي بقولوله تعنيف الرجل. هيدا هو تعنيف الرجل. او لك بتنحل تعنيف الزوج؟ او الرجل مثل بعض بتنحل بتنحل؟ انه ايه بتنحل بعدين اذا كفي كفي تتشكى عليا. سكين ايه بتشكى وفي حال ما استوعبت عليك بتهددها بالطلاق. بتتركني ساعتها. ايه بتتركك بكره انت لما تصير مسقف كثير ولك 100 مره بتتمنى عليك زلمه مسقف وفي بايده مصلحه. مضبوط مسقف وبايدي مصلحه بدي كفي الدرس. مضبوط. طيب ابو فؤاد يلا هلا بنقوم على الصف. مس ليش كل ما تطلع بام فؤاد وتطلع فيكي بلعن حظي. قوم على الصف ابو فؤاد. يلا ايه قليله يا عمي نسوان اخر زمن. لا والله لازم نعمل قانون نطالب فيه لحمايه الرجل حقوق الرجل. هيك هالغمه هلا بدنا نبلش. ساغه انسي ساغه ويه شو بكي يا ساغه؟ ما بدك تتعلمي وتتسقفي حتى تصيغي تعرفي تحكي عغبي وما بقى حدا يتمسخر عليكي؟ بلا. وشو بكي ليه معتصمه؟ شو يعني معتصمه؟ فيكي تحكينا عن ما بدي افهم عليكي؟ معتصمه يعني ما بدك تدرسي يعني ليش زعلانه حبيبتي؟ شو بكي؟ طب انه انا انسان ولا لا؟ اكيد. طب يعني انا مش ام نص لسان.
صحيح، يعني بحق لي حب وانا حاب 100%. طب ليه الاستاذ ما بحبنا؟ اي استاذ؟ انت. انا؟ لك لا عم بمزح معك، اكيد مش انت. مين غيره الاستاذ؟ استاذ زكي. شو بو؟ ما بحبنا. لا يا سارة، استاذ زكي بحبك، بحبكم كلكم بنفس الشيء. لا لا، انا سالته وقال لي انه ما بحبنا، بحب حدا تاني. عن جد؟ وقال لك مين هالحدا التاني؟ يمكن المدير. لك شو بك بتقلك مصدومة؟ عم بمزح معك، اكيد ما قال لي. اصلا انا بحس ما عنده حدا تاني، بس عم بيقول لي هيك تيزحط لي، لانه ما بعجبه وانا ابن السلسان. اسم الله عليك، لسانك ب 24 فراس. طب هلا انت معي او لا؟ بشو؟ انه ما عنده حدا تاني. بلا عنده قصدي لا، اكيد ما عنده حدا تاني. اصلا استاذ زكي احواله مش منيحه. ايه، واذا انا بساعده وجايتني ورثه كبيره. يا الله ما يوفقك وعد خبري بهذا الشيء. لا شو؟ شو؟ انه ليش ما بدي خبره؟ بغريب المصاري. لا يا ساره، اذا حرف بقشتك مصرياتك وبكبك برا. ما اوليك لك اكيد تساليني الي. خلي حبك على نفسيتك وشخصيتك مش على مصرياتك. طب كيف؟ خلص ما تعتلي هم، انا هلا بحكي معه وبقنعه بالموضوع. قولي وحيات الله. لك وحيات الله اللي ياخذني ويريحني منكم. يلا روحي على الصف لشوف. طب خليني بوسك. باي. لا بحلني ولا بحلين، نحن بدنا استاذ فقير. لا بحلني ولا بحلين، بدنا نحن استاذ فقير. سبع. لا بحلني ولا بحلين. سبع، شو مشكلتك؟ ليه معتصم؟ وانت ليه معصبه؟ ايش بدك؟ انت شو بك؟ ليه ما بدك تتعلم؟ زعلان بديش اتعلم. ليه بقى؟ شو لك معي؟ شو زعلان بديش اتعلم؟ لك معي شيء؟ سبع، نحن هون لنهتم فيكم. قل لي حبيبي شو بك زعلان؟ شو مشكلتك؟ اذا ما فات مروقه مروقه شو علي؟ اذا ما فاتت الغمه على الصف انا ماني فايت. الغمه؟ ايه غمه. ليش انت بتعرف انه ممنوع الاكل بالمدرسه؟ ليش نحن فاتحين لك ريستوران في قانون هون سبع؟ يا عمي جوهتي لي دانتي، انت شايف الطارق ايا برس رس رس رطان تبعك انت، وعم بحكي عن الغمه انا وما بفوت اذا ما فاتت الغمه على الصف. يا عمي خلصنا. معقول يا سبع بدك تاكل غمه بالصف؟ مين قالك بدي اكل غمه؟ انا ايه شو لكن؟ يعني جايبها للعرض ديسبلاي يعني تتفرج عليها؟ لك رجع تتسب يا اختي، ما تقولي ديسبلاي حتحترمي حالك، ما تسب الاهل. انا قصدي الغمه هي انا ساره مسميها غمه حياتي. بتحبها لساره يا سبع؟ ايش؟ بتحبها لساره؟ ايه. وانت زعلان هلا وما بدك تفوت على الصف لانه ساره زعلانه وما بدها تفوت على الصف؟ ايه بس ساره سبقتك صارت بالصف. ايه ايش؟ على ساره مش هون؟ بالصف. هلا مأجي ساره مش هون؟ ايه. وساره فليت؟ ايه. هلا انا بوقف هون بلا ساره؟ ايه. ولا عم تدهب لاني ايه مثلك؟ يلا نلعب على الصف. جيبوا لنا استاذ مثل خلق. ايه ساره. يحبك برص ان شاء الله. الجاي يحب. شو يا استاذ عنتر؟ شوفي اذا بتريدي مس بدون هيدي استاذ. شو بك معتصم؟ هني كلمتين، يا انا يا هالحربايه بالصف. حضرة المديرة، إذا هيدا الشيء بيفوت على الصف، إيه أنا فيل. أنا شيء؟ أنا شيء؟ ما شيء أنت ما شيء. فهموني شو القصة أنت وياها؟ عم يحكي عني بالعطل الفكر حاله قدي. أنا ما عم بحكي إلا الحقيقة. عم يقطع لي برزق حضرة المديرة. رزق على الله حبيبي. طيب روقوا فهموني شو القصة، في يعرف شو عم بيصير؟ إيه أنا بقول لك، أنا بقول لك. لا أنا اللي بحكي. لا أنا اللي بحكي. أنا اللي بحكي. أنا أنا بقرر مين بده يحكي. ليديز فيرست. شفتي يعني أنا؟ لا يعني لولو. حضرة المديرة امبارح كان في شخص جاي لعندي لاتقابل انا وياه، مقرش حضرة المديرة فهمتي؟ فاجا وتلاقينا فيه من بعد ما خلصنا من المدرسة، بيقوم بيحكي هو وياه وبيقطع لي برزقتي وبيحكي عني بالعاطل لحتى طير لي اياه وطير لي الشغل، كان في شغل بينه وبينه، فهمت علي حضرة المديرة؟ فأنت بترضيها هيدي؟ بتحطيها على ضميرك، احكي ضميري. احكي ضميرك عنتر، مزبوط هيدا الشيء؟ ايه مزبوط، مزبوط حضرة المديرة، هيدا الشخص أنا بعرفه وبيقربني، قام سألني عنها. وبتعرفيني انا لا بحبها ولا بطيقها ولا ببلعها ولا بقدر شوفها، وانا ما بكذب، شو بدي اقول يعني؟ بخبي عليه؟ قلت له الحقيقه. روح يا ساريه. ليش انت مين لحتى تحكم عليا؟ انا مواطن بهالدنيا. انت بتعرفها شيء؟ معاشرها؟ بتعرف ظروفها؟ اكثر من هيك؟ عم تاذيك بشيء؟ ايه؟ عنتر، انت ما بيحق لك تعمل هيدا الشيء، انت ما بتخطي بحياتك؟ كلنا بنخطي حضرة المديرة، انت بتخطي، انا بخطي، هي بتخطي.
لا فاذا ما بحق لك تحكي عليها. بكره الشخص اللي هي بدها تتعرف عليه هو بقرر اذا بتناسبه ولا لا. مزبوط، انت ما بتتدخل بحياتها وما لك خصها، صح؟ صح حضرت المديره. اصلا انا عندي ظروفي حضرت المديره، بدي اطلع مصروفي. بغض النظر اذا كنت بتحبها ولا لا، انت ما لك حق تحكي عليها. اكيد ما بحبها. ليه لطيف، انا شو بحبك؟ طب خلص هلا اعتذر منها لشوف. تكرم حضرت المديره، بعتذر ست لولو. وانا مره طيبه، قصدي قلبي طيب، رح سامحه. يعني خلاص صافي يا لبان. صافي يا حليب. يلا روحوا على الصف لشوف، تفضلوا. حاضر حضرت المديره. شو هالشيء؟ طلقونا؟ انا كيف عقبتي كفي بهالمدرسه؟ ايوه ست الحسن وصلت، روح لنشوف. روح لنشوف. بدي عزبك يا حضرة الناظرة، المدير وين؟ المدير وين؟ بعد ما وصل. لكن بتوصلي له انه انا رح اقدم استقالتي. رح نقدم استقالتنا. اف اف اف، ليش بقى؟ انا بس شوفه بخبره. بس نشوفه منخبره. اذا بدك خبرني انا بوصل له. فضل يكون الحدايث من رجال لرجال، والنسوين تصف على جانب. والنسوين تصف على جانب. ايه طيب يلا فوتوا على الصف، هلا بس يوصل بعطيه خبر. على الصف ما بفوت على قطع راسي. على قطع راسنا. نقطة على الساطر. على الساطر. ليش بقى؟ يعني في شيء مع الاستاذ خصه بشيء؟ هو الاستاذ ما خصوش، بس انا بديش اتعلم. اخت مرائي انت. اخت مرانا انت. طب قلي ليش السبب؟ انا احب اساعدك، قلي. ما زال هيك. بتقولي له لحضرة المدير انه نحن اصحاب كرامة وعزة نفس وشهامة، والكرامة بتسوى كل مال الدنيا بالنسبة لإلي. كرامته بتسوى كل مال الدنيا. يا عمي خير، شوفي يا ست الناظرة، اتفقت أنا وياه انه بفتح الصف وأنا فئتي الخاصة. قصة هالتلاميذ واصل كله سلف ومن هالجيبة. مثل ما قالك حرفيا، بايك ما عرفتش احفظهم كلهم. احسن خلاص بجوز، يعني معقول يروح يطالب هالمقترين بقسط؟ وقال شو اذا ما دفعوش القسط بده يفللن على البيت. انت اكيد من هالموضوع؟ لا 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 يا ست الناظره، لا بلا اهانات يرضى الله عليكي. نحن ما تعود، صحيح صحيح ما فتناش على المدرسه وتعلمنا بالكتب والوراق، بس نحن الحياه كانت بالنسبه لإلنا مدرسه، علمتنا الصدق وعزه النفس ومعنى الانسانيه والحشيشه. ولك خلاص. بس انت اكيد انه هو بده يدفع الطالب القسط؟ ولك اكيد اكيد وميت اكيد بده يدفع على معترين قسطات، مش حرام. هيدا الزلمي عم بخبص كتير برا الصاحب، وصلي له اياها امانه يا ست الناظره. طيب ماشي الحال، خلص ما تعتل هم، انا هلا رح حل الموضوع. اذا قال لي شويه معزه عندك انت ما تجيب له سيره، أنا بزبط القصة كلها، ما تعتقد. أنا بيني وبينك ما كنتش بدي أحكي، بس راح بج، راح بج، جبرت وصل له إياها من خليلك. وصلي له ونحن ممنونين. إيه أكيد أكيد، أنا ما بقبل إلا ما تاخذ حقك، يعني إنه بس هي الشهامة إنه تاخذ حق الكل كمان، بكل رقي ورواء. أنت يا ست الناظرة بتموني عهر رقبي. عهر رقبي. غير لإلك ما كنت راح أنطق كلمة غير دغري مباشر للمدير. ماشي ماشي، يلا تفضل على الصف. زيد فضلك على راسي. يدوم راسك يا بايك، يدوم راسك يا حضرة الناظرة. شكرا، تفضل على الصف. موضوع درسنا اليوم معلومات ثقافية عامة. لولو خلص انتو عن طب بلا لعب بقى. عم نلعب، اخذ لي قلم غيور. بتضل مقهورة مني استاذ. شو ولاد؟ ما بشعر. سارة؟ وي بروفيسور. ممكن اعرف ليش الشمسية بالصف سارة؟ ولو بروفيسور ما كنت هون، معتصمين نحن. ايه معتصمين سارة بالملعب وفي شمس كان. هلا بالصف ما في شمس سارة. بس حلو كتير. حلوة الشمسية وقفت صبية، شو أكلة ملبس يا ماما وكبة مسيية. تحت الشمسية رح خلص. خلص خلص لولو لولو
خلصت الغنية لولو؟ خلصت الموسيقى؟ ما انتبهت اتخذت. سارة معلش ممكن تسكريها؟ داكور. ميرسي سارة. مع انه حلوة. نعم سبع. انا بدي استغني هالفرصة وقدم لها صفر نير لسارة. اذا بتقولها مزبوط خليك سبعة. عطيني قلبك سبعة. تفضل سبعة. طب عم بحمل. بدي اقدم لها سفرنير لسارة. سفرنير هير. ما عليه رح نعتبرها مضبوطة. تفضل. تفضل. دافولو. هيا سبعة. خلاص صار فينا نبلش الدرس. لحظة شوي لحتى نفتح التليفون. ايه رح نحكي عن معلومات ثقافية عن جسم الإنسان. واو أنا كتير بحب المعلومات. لولو عن جسم الإنسان المذكر. واو لولو اختصاصة أستاذ لولو. وأنت كمان خلص. انتو بتعرفوا انه جسم الانسان بينتج 25 خلية يوميا، يعني كل ثانية بلا حشيش او ما حشيش. بلا حشيش او ما حشيش. خلاص. معلش بك في اعرف على مين بدي جاوب، عليك ولا على استاذ نمر؟ ايش عندك مشكلة بالنظارات الظاهر؟ لا بس هيدا مجرد ببغاء بترد علي. مين هو الجعلوك هذا؟ نمر مع حشيش ببطل ينتج. ايه ولا يكون لك فكر يا استاذ. بنشتري لنا كم خلية. بنشتري لنا كم خلية. بتعرفوا انه الدراسات الحديثة تم حساب طول الأوعية الدموية بجسم الإنسان كلها على بعضها بتبلغ 100,000 كيلومتر، يعني تقريبا قد محيط الكرة الأرضية على مرة ونص. بس السيد بس وصلت هون يعني عم تتمسخرنا نحن شو ما عندناش معلومات؟ ولو يا عم ابو فؤاد فكرنا هابيل وعم يستلمنا. لا امبلا مزبوط انا بصدق لانه شفتها على التلفزيون. انت لو بتسكتي وبتخففي طبي الطناجير. انا شو ما بيقول مشيو البروفيسور بصدقه. ميرسي ساره. بس لحظه شوي لحظه شوي في دخان بلا نار. لحظه شوي هويلي صغا شو مشاوي؟ ممكن شوف سبع شو فيها هون؟ لا ما عبيه لا عاب عم بتحمم. سبع الدخان ممنوع بالصف تبع. دخان ممنوع بالصف تبع. عم تروح مع انه مظبط لك اشكمن كمان امبارح. خلص خلص نمت. خليها كفي درس. منكفي استاذ. لحظة شوي. يا جماعة المعلومة اللي عم بقولها أثبتتها العلوم الحديثة. صدقوني. صدقنيك استاذ. خليني مصدقك يا استاذ وما بدي صدق لدينتي. صدقوني هيدي معلومة جدا مهمة. والمعلومة الثانية انه الهيكل العظمي بجسم الانسان بيتجدد 12 مرة خلال حياته. وعظم الانسان اقوى بخمس مرات من الفولاذ. استاذ مضبوطة هاي مضبوطة. ام فؤاد عظمه كثير. لا ولك يا ابو فؤاد الله يرضى عليك. استاذ هلا ما قلت ليش بتتعاطى انت شيء؟ بتتعاطى انت شيء؟ لا نفس السؤال ممكن اعرف على مين بدي جاوب؟ ونفس الجواب هيدا مجرد ببغائي. في معي هون. ايه ما بتعاطى بس ليش؟
ليش لعنه مش معقول واحد ما يكونش بيتعاطى ويمط بخياله هالقد، شو عم بتخبرني العظم مثل الفولاذ يا استاذ؟ ايه مزبوط استاذ، معه حق البيك، وما في غير شيء ما بيخرجش ببوش راسي بنوب، ما في غير الهبيل المطفي اللي بيصدق هيك معلومات استاذ، مش معقول، سي با بوسيبل، سي با بوسيبل. وي بيان سور. شد حالك انت انطر. حاضر استاذ. يا جماعه ليلي عملوا بحث عن هالمواضيع وتأكدوا، وكمان بتعرفوا انه دماغ الانسان بيحتوي على معلومات بتعادل 15,000 كتاب، من 1,000 صفحة من كل كتاب. واو واو كيف؟ وشو عم بيحكي هالزلمة؟ لحظة 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 لحظة، شو سبع؟ ايه بس بعرف يعني، قلي ليش هالصفيرة الطويلة؟ لا ما عم بتفاجئ، ما انا هيك بتفاجئ انه الخبريه بتفاجئ. ايه حقك تتفاجئ يعني، انت دماغك قد ايه بده يستوعب؟ انجا صفحه من كتاب واحد. دخل هزام قلت لكم هبيل. ما فهمت شو يعني يا استاذ؟ شو يعني انه اقعد محلك؟ هذا الانسان القديم استاذ. كانه هو بيستوعب اكثر. على اساس انت بتستوعب غير من هنيك مطاري. خلص بقى ايش غيور، خلص شو بك شو بك عنطر انتو نفس الكار انتو لولو شو بك استاذ، هي بتستفزني. ما لك عدو غير عدو الكار استاذ. على طول هيك مثل الكني والحمى والحمى حملت حمك. افصلن استاذ، افصلن افصلن عن بعض. ابو فؤاد روح انت. لا سوري عفوا، انا كان بدي اقول لك يعني مين الاستاذ هون؟ انت الاستاذ. عفوا الاستاذ سم مقبول، عفوا بعتذر. هلا انا بيناتنا بعدني عم بحل باول معلومه. هلا بلا حشيش او ما حشيش؟ هلا انا بعدني عم فكر وحل باول معلومه، ما حشيش او بلا حشيش؟ لا هو بيك ونمر، استاذ نمر الكبير نمر طبعا بلا حشيش اكيد بتستوعب اكثر. بلا حشيش بدهم يستوعبوا اكثر. ما حشيش نوب ولا معلومه. يعني هلا بدك تقنعني انه انا ما فينيش خزن بدماغي ولا معلومه؟ يعني هلا انت بدك تقنعني ما فينيش خزن بدماغي ولا معلومة؟ لك دماغ شو؟ ما هاي بطيخة، هاي كيف بدك تحبي فيها معلومة؟ لا بدك مسطول. نمر ما فيك تخزن ولا معلومة، ما فيك تستوعب ولا معلومة. يمكن مشان هيك هو بضل مطشطش. لولو معلم ياو. مرحبا. بدي اعطيهم معلومة للشباب. تفضل سلام. بس حضرته منه معلم، هو الاستاذ. ما هو اللي بعلمنا يعني معلم. اوكي. لك عسى تعلم عجلدك كأنك رح تفهم. يا بيك حجة تتعلم، معناتها أول شيء تعلم. قصده الاستاذ في مثل ايش بقول إنه لا تسرع الموت أسرع. برافو. يا هبيلي هيدا. هبيلي. يا استاذ. الله يرضى عليك، خليني أقوم أطبع له ال 44 بخلقته ورجع على الدنيا مني كلها. خلص بيك، خلص خلص بيك. شو صار لك؟ اتركوني. تركينك مين لقتك؟ اتركوني ادعي فش خلق. ولك ياي اهل مرحوم. ولك ياي ديانك وديان ديان شبابك يا شباب. قولوا ياي يا مول شبابك مرحوم. خلص لولو. طيب عنطر عود. خليني فش خلقي استاذ. عود عود احلى ما ينزل لك شي قرق. انت هيك بدك استاذ؟ عود عنطر. لك بامرك انا استاذ. يا حبيبتي شو متيع. يا استاذ بالشرفك الله كرمالنا، خليه شوي بليز. قلت لك هبيلي خليني اقتله وريح الرابع منه. خلينا نقتله. لا طول بالك باك روق، ببوس ايدك انت والهيدا اللي الضفدع اللي معك روق. لا ما تقتله ولا شيء، انا بتبعها حالي.
خذ لك هالدعوه. قال ايش؟ قال انا كنت نايم بالبيت، فجأة قمت روح بدي اعمل بدي اركض شوي، ايش انا ماشي على الطريق بيجي كاميون من هول الكبار بيدبشني، بتبص عيني لورا، بتقلب سكرتي، بتروح حامل قدام، بيجي مين امبيلونس دخلوا امبيلونس بيجي يحملني، بيطلع على المستشفى، في محلات؟ لا ما فيش محلات، معكم مصاري؟ ما فيش مصاري، في ضمان؟ ما فيش ضمان، بطلع على محل، بيجي لهونيك، بيجي المكنة بتبلش تعمل تيت 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 تيت، بيطلع الحكا وصول يهزوا هيك. قال ايش انا ميت. الله يرحمك تبعك. طيب فيك تبطل تبزي؟ حبيتها هالدعوة. لك فيك تعيدها لأحفظها وأكتبها؟ لا شكلك أنت اللي بدي طقك رصاصة بنص نافوخك وتبص عينك لبرا وتفلت سكرتك ويجي الأمبيلونس توت توت وينقلك على المستشفى ويجي الحكايم يفحصك وتزمر المكنة تيت 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 واخر شيء يهز براسه. شو صار هنا؟ شكلك انت بدك حكيمي هذا الامبيلونس توت 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 يهز براسه. انك ما تتياني ما دمين السبع شهور هذا البراسك يعني شكله باب. يعني نحن كنا هلا استاذ بدنا نعتذر منك بدنا والله كان بجنن وكان لين وكانوا اجرابي حلوين وعم يشيل كيما ناس شعرات اجرا وكان شاب الله يرحمه لا رورو. ليه موتوني ليه؟ عود سبع ايش؟ عود. معلش يا جماعة مش انه نضحك يعني ما كل واحد بيحكي على قده. ايه استاذ استاذ لك نازلين كل واحد بيودع بالتاني كأنه عملنا مقدم ما يعتمدوا على المثل. في مثل بيقول قد بساطك مد رجليك وبس بس ام فؤاد بدها يسمر مدهم اكثر اكثر من اللازم. شايف عيوني ام فؤاد ما بترجعهم ولو. وفي ناس ما عندها بساطك عمي. طيب هذا اللي ما عنده بساط كيف بده يمد رجليه وكيف بده يرتاح؟ بيرجع المثل بيقول لك ايه هيدا بتعامل على قد عقليته. ايه لا خلوا العقل خلوا النبصات بس سحبوا النبصات من تحتك. سحبوا ولا بتسحبوا؟ يا عمي بعد في عندنا شوية إيمان وطيبة هالقلب حتى في ناس بده يسرقوا إيماننا. لا يا جماعة خلوا إيمانكم كبير بهالوطن الكبير وهيدي حكيت حكايتها وبدينة سمع حطيتها. وسمع يا سمع شو بتشبه الضبع سابع يا سابع سابع سبوعة اكتافو مربوعة سابع سابع شو بتشبه الضبع سابع سبابية عايش على اليلبية يا ويام سابع بس خلاص. ليه استاذ؟ وسبع يا سبع سبع يا سبع 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 يا سبع 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 يا يا زكي لك يسلم هالحاكي يا زكي خلاص